هذا لقاء تواصلي تنظمه منظمة نساء العدالة والتنمية على شكل حفل إفطار اللي تحضره نخبة نسائية من مختلف يعني الأطياف الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمع المدني، وكذلك فعاليات أخرى نسائية. اعتبرناه مناسبة للتواصل مع هذه الفئات ولتأكيد مرة أخرى على دور النخب النسائية، دور النخب النسائية في الاشتغال من أجل ارتقاء بأوضاع المرأة المغربية، وللتأكيد على أن المرأة المغربية يعني في يحق لها أن تفتخر، لأن أول مرأة في العالم اختارت أن تؤسس جامعة هي فاطمة الفهرية اللي هي مرأة مغربية من مالها الخاص. فإذا المرأة المغربية عبر التاريخ كانت هناك حضور قوي، يعني كثير من النساء كانوا مميزات في التاريخ المغربي. اليوم نريد أن هناك نوع من عدم الثقة في العمل العام وفي العمل سواء العمل المدني أو العمل السياسي، نريد من خلال مثل هذه اللقاءات التواصلية تقوية يعني مزيد من الثقة في العمل السياسي، مزيد من الثقة في العمل المدني، لأن اليوم نسبة النساء المنخرطات في العمل الحزبي أو المنخرطات في المجتمع المدني ضعيفة جدا مقارنة مع النساء المتخرجات من الجامعات، مقارنة مع النساء المشتغلات في أسلاك الوظيفة العمومية، وحتى النساء اللي في مواقع القرار وفي مناصب مهمة. فهذا إشكال في الحقيقة صراحة، لابد من أن النخب النسائية اللي كتشتغل في الأحزاب واللي هي قيادات نسائية أن تناقش لماذا هذا العزوف النسائي ولماذا هذا البعد النسائي. فدور مثل هذه اللقاءات هو تقريب وجهات النظر، هو الالتقاء والتواصل. ولا شك أن رمضان هو مناسبة مهمة لصلة الرحم مع النساء من مختلف فعاليات، لأن المغاربة جعلوا من رمضان ليس فقط مجال العبادة ولكن خلقوا فيه كذلك سلوكا حضاريا مميزا عبر التواصل بين مختلف الفئات على مستوى الأرحام، يعني صلة الرحم العائلية. فنحن أردنا أن تكون هذه صلة رحم نسائية بين مختلف النخب النسائية من أجل أن نؤكد أن المرأة المغربية هي امرأة يعني امرأة ساهمت وبإمكانها أن تساهم، لأن خزان العطاء خزان البذل في هذا الوطن العزيز.